فاتمة هو بها الحين يوم النوايا كلهن صافياتي والحق دمى يوجد ودايم سعيدين ونفوسنا سمحه وسكر عندنا نشيده ودنا نعلم كبها واحدا جوه عياله وقالوا يا ابونا حنا عندنا بيت وحنا مستريحي وانت بهذلك البادية هذه البل والغنم فنا باك تنزل معنا قال يا عيالي باديتي شارح تنسدري غنمي وباعري ومشي مع ربعي وما ادري وش قال ابدا والله النصير ما يبقى له من ياقي ثلاث بايته ما ضوت داسه وشدده جوب في البيت يوم جوب في البيت اللي الله ما جازله عندهم ركيب في قوطة ولأصبح الصبح قال يبي يعدل المشوي على القوطة وهم راحوا للدوام عدل اليوم لا عدل اليوم الثاني والله ما عجبته المقعد هذا من أول عند البل الأول عند البل عند الغنم ولأصبح الصبح قال يقول يا ابني جيت في القوطة أنا ما قمت أتحوس بالطين المخول حقه ما أعرف له تمثل له بيتين يقول عديت أنا ريم من مباديه عشرات نايف على ما لمبه من طوائل بادي جوار من الحرم والمقامات بجوار من تنزل عليها الرشايد علىه مني كل يوم من صلوات عدد ما وضحنا من دلائل الله يرفع سبع السموات يلي بمره يمشي سحاب ثقايل ما يشوف قوة البيت ما يرفع عنه بس مغار قدرات ويدين ما حالت عليها محايل تسقي ديارنا والديار السنيات وتشيل غبرات الدهر بالفضائل وتشوف الحجر بيوت مبناه ومعرضات جنوبها ومفتحات جنوبها للجمايل وتناوش صفرا على النار جثرات ومعرضات جنوبها للشعايل للبن مزبورة وللهاي المصفى تناحرت مثل البكارة لصائل إن كان لا عندي أقلام وشهادات نياقهم أنا سيثلا إن كان ما عندي أقلام وشهادات ألا ثلاث نياق راحتها مايل قالوا تقافت من وراء ثر ممشات يومين للي ديكون القوايل وأنا تبدلت البداء ومسحة ونزلت من زالني هو للهوايل يا علي قصها يعني صغيرة ما هي كبيرة نعم والرجال عوايدهم الوفاء وبعض الرجال يدحون الرجال في قفاه وما يستاهلها هذا احنا كنا بادية رحب ما عندنا هجر مثل هذه والبادية من عوايدهم صلاة الفجر يصليها بدري قدام ظني أهل المساجد ويشب ناره ودق قهوته يوم صليت وناديت ورعاني للصلاة وصلانا وعودنا على قهوتنا نارنا مشبوبة ولسه يا رجعتنا كمل سلام عليكم السلام إلى واحد من قبائلنا الشلاوة نعم كيف الحال زان الفال عسك قلت الله ما عليه ولا أعرف الرجال أنا أعرفه بيني وبين أعرفه قبائل الشلاوة تنتهي عنا شوي وحنا ما فار لكن قبائلنا نعرف شرب الدل شرب رجال الدل قال أبو محمد أنا مستعجل وأنا قدام سنة جاني فلان ابن فلان آدمي وأنا ما أعرفه وتقهوى عندي في العصر وطلب مني 10,000 سلف 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 وأنا ما أعرف عن شيء وعطيته رحت لشنطتي لقيت 8 وعطيته إياه وطلب مني شهرين والحين لي سنة ما عينته واليوم نشت حدا عرباننا ولا تضريت فيه قال يا ويلك ويلا ما يخلص وذا الحين تفكى يا أبو محمد نبى نفزع افزع معي اظن الله يفزع لي انا وانت اظن يخلصني تبشر والله بس سعد يا ابو متعب توفى رحمه الله عليه الله يرحمه تبشر والله بس سعد يا ابو متعب لكن نحب نتقهوى ونبي نفطر ونعين خار افطرنا وتقهوانا قلت كم دراهمك يا ابو متعب قال 8 قلت بتغدى معي تمام نتغدى ونقيل فالعصر نروح اذا ربك تقول قال ابدا تبكى لا الرجال يقول يطالب يروح ما يقعد قلت أبشر والله بس سعد لكن خلنا نتغدى قال لا فكرت وقمت وعلقت بالشنطة حقتي واخذت لي مايلة وجيت أمشي قلت يا أبو متحي وقال ها قلت رفيزك اللي يقولون هالعرب أنا أعرفه وأعرفك أنت والله كان برجال تسبه ما هي بلا حزته وأنا عند الله صاد والله ما هي بلا حزته بس رفيزنا معروف في علوم الرجال وفي مبادئها احنا عاد نتخابر الشرح ما مثل شرحنا الحين حضري وعلمنا بقلامه
ومن أول دعاوي وطلائب والرجال الشيخ اللي تقدم. فالعربان وأنا أخوك يا أبو متعب لا توهك بالكلام اللي ما فيه خير، خليه يقعد لكن جيب 8000 على زبالك. أبو محمد يقع ما يخلصك، يقع يعيي. قلت ما في وجهك إلا الشحة، إن جاك ولا مرة على قد خلصني بالعالي، وما جاك ربي حالك. خلصت رفيزي ورحت الرفيزي الثاني بعد شهر، وهو والله قريب مني يعني ما هو بعيد بالحي. وقلت يا اللي حرغان ما فلان يطلبك؟ قال لي والله اني يطلبني مر والله اني ما يمخلصه. قلت لا ما تخلصه. قال ودي يجيني في المحل واذبح له طلي وخلصه. قلت هاك فلط اللي يكفاك وانا كفيتك في المخلص وخلصته. الله الله، خلصني رفيزي تالي اعطاني على دفعات وعلى الف وعلى البيع وخلصني. هذا واحد يقول لك معك قصة بائر ومعولد سنه ما يحب البنت ومتجوز، الولد متجوز وهم في جلسة عصر والبلجت صادرة. يوم مرته قال يا فلان وانا ابوك رد البي رد البي رد البي. نقول العرب عندهم صميل وعندهم بادية وعندهم رد البي وانا ابوك تفكي يا رد البي. قال ماني برادة الله يجعلها ما تعود خلو تروح. يقول هالولد قال ابو فلان لا تروح وانا ابوك. قال رد البي هرى ورعت له رد البي ذاك القعيد ويربطه الفشيرة. قال عن قسمك من البل وعن قسمك هذا قسمك الى الامر القعيد هنطرت والنفر. فقعد الرجال وتقهوى والقعيد مربوط يرافس في ذاك الشيرة. يوم انس الليل والبل مرقت والعرب مرقت حاول في قعوده يبي يودي حرمته والقعود يهج سر ومن عينك قاعد يضحك امه. فيوم قاعد يضحك ما غبن الشعب يضحك ام بولده وهو لا يطيعه يقول يا عز حالي يا قليل المواشي. يتوجد الولد يلي مبيح ما بزي حول هدباش من عند ابوهم روح اللي بحاشي خربش على الحاشي ومن عند انحاش ويتقيابه كثير القراشي وهم من اول ديش من عرض الادياش يزم عمره رايح في طماشي يزم عمره لو انه على ماش ما حسف انه مبعدات المماشي اللي لها معرق رق الحزم نشناش حراير من يومه انه حواشي ينحش الزاد من مزوده النحاش حين قبلت نطلهن الفراشي وقال يلا تحييها للركب شواش دنا مصفاتين واربع تباسي ونجري اللي حرس كذا بكل حشاش ودنا على هالقهوجي الحاشي ما هم اللي يطغش الكيف دغاش وعطاه زنة هيل عطاه صفحة بن بريها شاشي وزي لها الحمسة بعد فارها جاش وعطاه زنة هيل بيض حباشي ونوش على بزعفران انت نواش قهوة هل المجلس وخلاه ماشي تضحكت حجانهم بالعرق باش والشاكلة ما تستوي مع العراشي والعراش القالب من الناس عراش سلامتك آمين. فهذا واحد من الصعايق ومن مرع تابه حداه الزمان وخابر له نسيب ونسيبه شبعة بدع له ولا قضى لازمه ما الله عطاه منه والرجال شاعر تهيض الصعاق في السدر حسات والله عليم وخابر وشجر له. عقب العشاء سويت لي 5 طبخات شبوب كشب مولع في وقاده بريت من سوقها تو ما جات والله كريم ولا يخلي عباده لو ان مرزقنا الباعين وشريات تلقى مال ما يحص عداده لا شك مرزقنا يصيب عقوبات وليت ليال العشر حنا نفادي تصدق بفي الان ومفضل ربي طالب 5 اشارات ما همني كثر القراش ونفاده الاولى تقليد فرض الصلوات ومن قام في سنه نبيه زياده شوف قوه المعنى حتى في الاولين الأولى تقليد فرض الصلوات قوة الإيمان ايه ومن قام في سنة نبيه زيادة والثانية خطوة البنات الحسينات اللي مناسب حبلهن أجواده اليوم ما تجوز مشاهدة ترسل بنتك تقول دورينا حرمة ولا عجوزك تجيك بنت واحد ما أشتت عليها مرغن مفضل ربي طالب من 5 أشارات مهمني كثرة القراش ونفادة الأولى تقليد فرض الصلوات ومن قام في سنة نبيه زيادة والثانية خطوة البنات الحسينات اللي مناصب حبلهن هجواده اللي تحت حكم الرجيل طوعات حاضر من نسب يعود نقاده والثالثة صفر الدلالة العذيات مشب نار ما يطفى رماده لبابها ضحسن وهرين وفسحات اللي تراوسن زنة فالحمادة والرابعة شغل الصلاح النقيات شغل النصارى رميهن نكاده والخامسة حمرة من الصيعريات أصل الحراير ما نقضها له بعده ما يركب الأصيل مصيد والخامسة
حمرة من الصيح ريات أصلا حراير ما نقلها الهبادة تقطع لي جاي حم البعيدات اللي أطاوع الحرمة قليل الرشادة مفضل إيه تقطع لي علي الحيوم البعيدات نصيت بن عيفان اللي فيها عازات ولاني بحاث لسد الرفاقة رجال شبعان ويرد حنوات وقطع اللحم والدم اللي فيه عادة والله يا مغنى القلوب النقيات مالا كثير يطلبون الزيادة والموت يدريهم على كل حيلات يطم الروس من الوسادة حنا نصيحتنا حنا ظلنا ريال عنا شيبان كلنا ناخذ على ثلاث وعلى اربع مشتالين حريمنا وقايم حظنا وذا الحين اللي يتجوز من الشباب هذا يحط الشنطة ثانية ما فيها لزنة ظني فاضية وهو راح يتبعها ووحد كافيته واللي ما له طاقة عانى مسجد عند أمه وأبوه سلامتهم ونقول أن الله يهديهم ويقوم حظهم ينفعون شعبهم وينفعون أهلهم والله يهديهم على عطاعته لكن قالوا يا فلا عساك للجنة قال والله أني حق ما أدري وشلون الجنة تجي ولا ما تجي فات ما هو بها الحين يوم النوايا كلهن صافياتي والحقد ما يوجد ودايم سعيدين ونفوسنا سمحه وسكر